يا أسفا على ذكور لم يرتقوا إلى مرتبة الرجال، لا يهمهم ألما ووجعا، يبيعون المبادئ بدراهم من المال. العالم كله ينادي بالإنسانية، وهم لا يبالون بما يقال. يقتل في كل لحظة نفسا بريئة، وهم يلعبون ويضحكون كالبغال. ألا يعلمون أنهم بعملتهم يقطعون حبل الوصال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله ربنا ذو الجلال.